هروح لنهله. يمكن انت ايه قصتك بقى بصراحه؟ يعني انا مش عارف اقول لك ايه بامانه. ما شاء الله عليكي في الملعب اداء رائع، كنترول، هدوء، ثبات انفعالي. بامانه انا بستمتع وانت في الملعب، وجودك في الملعب يعني كور صعبه كتير بتخلصيها، يعني ما شاء الله. جايبه الكلام ده منين؟ ربنا يخلي حضرتك بقى. شكرا. يعني الحمد لله، طبعا كل ده طبعا بيجي طبعا بتعليمات الجهاز الفني اول حاجه، والتدريب طبعا اللي احنا مواظبين عليه، يعني الحمد نهلة لله كويسة يا يا رب. كابتن، نهلة كويسة. نهلة تلعب كده كتير يا كابتن؟ مش هكمل يعني شويه، هكمل كده نهلة كمان يا حد كابتن كويس حمدي. ولازم يلعب كتير يا كابتن بعد اللي قالته ده. نهلة نهلة خبرة كبيرة جدا، واحنا مسمينها في الفرقة قلب الأسد. صحيح. يعني اللعيبة قلب الأسد اللي ما بتخافش في المواقف شفتي الصعبة. أنا والله مش أهو، لا والله، شاهد يعني المواقف شاهدهم يعني من الصعبة الجهاز الفني. بتشيلها وبتجيب صحيح بناط ونقط في وقت حساس احنا محتاجينه جدا، صحيح يعني خبرة صحيح. كبيرة يعني. شفت كلامي مع الجهاز ربنا الفني؟ يخليك. لا قولي لي تاني، جايبه الكلام ده منين؟ الثبات الانفعالي مهما كان الجمهور، الماتش بتسهدي فرقتك، بتجمعيها، بتكلميهم، كنت كده من صغرك ولا اكتسبت ده بالخبرات يا نهلا؟ لا طبعا اكتسبته طبعا من اللعيبه الكبار اللي كنت اتصعدت معاهم. يعني انا اتصعدت درجه اولى وانا عندي 14 سنه، ما شاء الله. فالحمد لله طبعا يعني لعبت معاهم كتير. يعني اول بطوله لعبتها مع النادي الاهلي كانت بطوله افريقيه، يعني ما كانش لسه على طول دوري او جد كده، على طول، ما فيش جت محل على يعني، طول بخش على طول افريقيه، دخلت على طول على بخش الافريقيه. اخلص على طول. فطبعا اكتسبت كل ده. يعني انا لحقت طبعا كابتن تاني توسون ويوسف عبد الكريم، وطبعا كان معايا طبعا شيرهان سامح اختي، طبعا فطبعا يعني لعبت معاهم كتير، يعني قعدت لعبت معاهم كتير تراكم الحمد لله. الخبرات ده كان ممكن تاخديه لو في نادي تاني غير النادي الاهلي، يعني لو كنت في نادي تاني ولا نادي الاهلي؟ سيدات الطايره دايما من 30 سنه ليهم باع كبير جدا. لا بالظبط، ما اعتقدش يعني لو انا كنت في نادي تاني كنا هنوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. يعني النادي الاهلي من زمان هو اللي كان بيشارك على طول في البطولات الدوليه، وبيحتك خارجيا وبيطلع معسكرات، ويعني ما اعتقدش في نادي تاني. يعني ممكن بس من قريب لسه نادي الشمس ابتدى يشارك افريقيا، صحيح يعني سبورتنج على وسبورتنج يعني لسه اول بدأ. ما شارك في البطوله العربيه، لكن النادي الاهلي يعني من زمان جدا يعني طب هو خليني اسالك بيشارك سؤال يا نهى، افريقيا. وانت في الملعب يعني كلنا كنا رياضيين ومرينا باللحظات دي، في الوقت العصيب اللي بيبقى فيه الجمهور، الماتش شادد، مين من البنات زمايلك في الفرقه اللي بتقولي لا انا عايزاها جنبي، لا دي هتسد؟ بدون مجاملات، خلي بالك طبعا كلهم نجوم، بس طبعا انا بسال سؤال هتقولي لا في فلانه لما بلاقيها جنبي في الملعب بيبقى هو صمام الامان. هو سؤال صعب شويه طبعا، ده عشان حضرتك عارف لا احنا يعني بصي لعبه هيبقى كلهم سته كده، بس طبعا. هاتيلي اكتر حد فيه الصفه دي. ممكن بعتمد على ايه شيء شويه في تخليص الكوره، بعتمد عليها ان تحس احنا انها لو تخلص صح، طلعت اول كوره اتخلص الكوره، تخلص بثق صح، فيها تخلص بثق صح. فيها. طب امبارح في الماتش بتاع امبارح كان في هزه حصلت في الشوط الثاني، وكابتن حمدي قالها في فعلا اللقاء، بس كنا شايفين ثبات منك انت بالذات، ما كنتش قلقانه يعني؟ حسيتي في لحظه ان ممكن الجيم يتكعبل ولا كان عندك ثقه ان المواضيع ماشيه؟ لا هو طبعا يعني حسيت ان الجيم مقفول شويه، بس كان عندي ثقه ان احنا ممكن نقدر نخلصه. يعني كان بالذات الشوط ده كان مهم جدا بالنسبه لنا، ان هو كان ممكن هيخلص الماتش يعني بدري. لو احنا صحيح خدنا الشوط التاني ده كنا هنبقى حسمنا البطوله قبل الشوط التالت، صحيح خلاص، حتى لو خسر فيمكن هو ده ضغطنا شويه. ان احنا لما خدنا الاول بقينا حسينا بنقرب ان احنا قريبين بنقرب بنقرب، فضغطنا اكتر. ضغطنا فكل اكتر. لما كانوا بيعلوا معانا في السكور كان الموضوع احنا نفسيا بنضغط اكتر، لا بس بس برافو، الحمد لله قدرنا يعني نسيطر على الموضوع. لا وكابتن برافو، حمدي خلص طبعا 25 23 كمان، 23 25 كابتن 23 حمدي طبعا يعني خد تايم اوت، يعني اللي هو لحقنا برضه في الاخر. ما طبعا، ما اكيد النفس واكيد عدم التركيز والجمهور، خلي بالك الصوت، بالظبط انتوا مش قاعدين كانوا تكلموا بعض ابتدوا في يضغطوا الملعب علينا. بس كابتن سامعين حمدي بعض. الحمد لله يعني قدر يوقف لا ما انا لسه هرجع صاحب لكابتن حمدي النقط ده. في حته مهمه في ماتش الصفاقسي لما خرج اخطر لعيبه بره. لا طبعا اسبوري رقم انا اتنين. مذاكر، لا ده صح. انا محضر تمام، محضر لكم تمام يعني.